بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كتير مننا بيسأل عن حكم استعمال المعجون أثناء الصيام، هل لو أنا استعملت معجون الأسنان وأنا صايم فكده صيامي فسد ولا صيامي صحيح؟ استعمال المعجون أثناء النهار أو أثناء الصيام ما فيهوش مشكلة، بس بشرط ان مفيش حاجه من السائل ده او من الماده دي تنزل جوه جسمي، لان الحاجه اللي بتفطر هي اي حاجه بتنزل الى الجوف. فوانا بستخدم المعجون لو في حاجه نزلت من بقي لمعدتي يبقى كده الصيام فسد. لكن انا بستعمل المعجون في نهار رمضان وقادر احكم نفسي كويس ومفيش اي حاجه تقدر تنزل مني الى بطني، يبقى في الحاله دي الصيام صحيح. وإن كان طبعا الأفضل والأحسن الإنسان يستخدم معجون الأسنان قبل البدء في الصيام، يعني أثناء السحور مثلا وبعد الفطار، لأن ممكن الإنسان وهو بيستخدم المعجون وهو صايم ممكن حاجة تنزل منه غصب عنه، ولو حاجة بسيطة، أي حاجة أو أي جزء بسيط نزل من معجون الأسنان ده لبطني يبقى خلاص الصيام كده فسد، ويترتب عليه إن أنا كده لازم أقضي الصيام ده أو أقضي اليوم ده. طيب لو أنا في حاجة نزلت مني غصب عني وبلعتها، هل كده يجب علي الكفارة مع القضاء؟ لا، يجب عليك القضاء بس، إنك أنت تصوم اليوم ده بس، لأن الكفارة بتكون في حالة التعمد، إن أنا تعمدت إن أنا أفطر، لكن هنا حصل خطأ أثناء استخدام المعجون فأفطرت عن طريق الخطأ. زي لو إن واحد مثلا بيتوضأ وهو بيتوضأ بيتمضمض ففي مية غصب عنه نزلت منه من بقه لمعدته، في الحالة دي بنقول له الصيام بتاعك فسد ويجب عليك القضاء بس، لكن ما يجبش عليك الكفارة. ليه؟ لأن هو ما تعمدش إن هو يشرب المية دي. كذلك هنا بستخدم المعجون وفي حاجة نزلت مني يبقى أقضي اليوم ده بس، لأن أنا ما تعمدتش إن أنا أبلع الحاجة دي. فاستخدام المعجون في نهار رمضان جائز ولا يفطر، بشرط عدم وصول أي جزء منه إلى الجوف، وإن كان طبعا الأفضل والأحسن إن احنا ما نستخدموش في نهار رمضان حفاظا على الصيام واحتياطا في هذا الأمر. والله تعالى أعلى وأعلم.